قديم الزمان كانت ليلى تمشي في الغابة، قالت لأمها روحي ادي الطعام إلى جدتك. بعدها راحت ليلى تلاقت مع الذئب، قالها الذئب أين هذه؟ أين رايحة؟ إلى جدتي نديلها الطعام. أتجيد الملعب شوي وأنا أخليك تروحيه. لا كنديلها البديلة الذكور، فكرة جميلة سأذهب. راح الذئب بسرعة إلى بيت ليلى. جدت ليلى تخبت في الخزانة. بعدها دخل الذئب ولبسها وقعد في الغرفة. بعدها جت ليلى قالت له ليلى جدتي بريفك طويل بأشم ريحتك الجميل زينة، وأبنيك بأسمع صوتك الزين، وعينيك بنشوفك أنت الزينة. بعده وأسنانك وفمك بأكلك. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. سبع الخطاب جاء وضرب طع 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 طع. بعدها خرجت الجدة بالخجالة إلى